شكرا للجميع. أنا شاب فلسطيني لاجئ صار لي عايش تقريبا شي 63 سنة بالمخيم. المخيم بما فيه من معاناة وظروف صعبة أغلبنا بنعرفها، بس ولكن حبيت أعبر عن مشاهد بالمخيم تتحدى هاي الظروف الصعبة وتتحدى هاي المعاناة، منها مثل الشاب الفلسطيني أو الأب الفلسطيني اللي بروح كل يوم على شغله إن كان حداد أو نجار وبيتقن بعمله كرمال يترك بصمة إنه فلسطيني عنده قدرات وعنده أشياء مهمة، أو حتى مثل الأم الفلسطينية اللي بتخيط الطوب الفلسطيني الكانفا هي وبناتها لتحافظ على تراثنا بنفس الوقت لتقول إنه هي عندها قدرات وعندها شغلات كمان كتير مهمة، أو حتى مثل الطفل الفلسطيني اللي بكون عم بلعب بالزروبة بالمخيم بالرغم من إنه الزروبة ضيقة ومعتمة ومليانة شرطان كهرباء. هاي المشاهد حبيت أعبر عنها، بس فكرت قلت شو ممكن أستعمل أو شو هي الطريقة اللي ممكن أنا أوصل رسالة هاي المشاهد بمصداقية ومش ناقصة وكاملة لناس بريت المخيم. فقلت كونه أنا فنان بخربش وبستعمل مواد مختلفة، فصرت قلت أضبط الطريقة إنه أنا أستعمل مواد من المخيم، فنزلت على الزواريب. بالزواريب لقيت أول شيء سقوفة البيوت المعمولة من زينكو الحديد المطعج، لقيت مناشر الغسيل اللي عليها أواعي ملونة، لقيت شرطان كهرباء، لقيت طباط بيبسي، لقيت أساط البلاستيك، فصرت أجمعها لهي المواد. فأصحابي صاروا لي شكله عبد يشتغل زبال هالمرة. فصرت أجمع هاي المواد وألزقها وأرسم عليها أشخاص وأحط ظل الشخص زينكو، كونه نحن عايشين بظل الزينكو، يعني كانت هاي أول فترة. أم بعد فترة وبعد كثير من التجارب والتعمق برمزية هاي المواد لقيت إنه في أواسم مشتركة كثيرة بيننا نحن وما بين الزينكو. الزينكو صار له معنا بالمخيم أكثر من 60 سنة تقريبا، تحت نفس الظروف وتحت نفس المعاناة. الزينكو صار رمز لحالة لجوء، ونحن إلى حد ما صرنا رمز لحالة لجوء. فأشخاصي شوي شوي صاروا يتحولوا إلى زينكو، صار الأولاد عندي أعملهم من زينكو، وصار الأشخاص عندي كلاتهم أعملهم من زينكو. أنا أشخاصي برأيي رح يضلوا زينكو طول ما هني عايشين داخل هاي البيئة وداخل المخيم. اللي حبيت أعبر عنه، حبيت أقول إنه تحت هاي الظروف والمعاناة أي شاب ممكن ينكسر وممكن يضعف، بس الشباب الفلسطيني قدر يبدع بقلب هاي البيئة ويعطي أمور جديدة. اللي حبيت أقوله إنه الشاب الفلسطيني قدر يستعمل مواد بالمخيم ما إلها أي اعتبار، وقدر يعمل منها تحفة فنية يطلعها بريت المخيم كرمال يوصل رسالة إبداع وقدرات أهالي المخيم. أنا شاب فلسطيني عمري 63 سنة وأنا لساتني زينكو، وأنا بعدني زينكو. شكراً للجميع.